شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني قطاع الناشئين يا كابتن هشام قادر انه يطلع اسماء في الفريق الاول وفتره قريبه جدا، وده ان شاء الله اللي احنا يعني استشفناه يعني وحسيناه كمان من الحماسه اللي عند الولاد في قطاع الناشئين. مظبوط، يعني يمكن ان الولاد كمان حاسين بالحته ديت وحاسين بالمسؤوليه اللي موجوده عليهم دلوقتي، ان هو عارف ان هو في خلال 3-4 سنين لازم اكون ظبطت نفسي، يا اما ما اكون شايفها قدامه. بالظبط، شايفها قدامه وفي نفس الوقت بيتمرن مع الفيرست تيم وبيتمرن مع الدرجه الاولى، فاللي هي ما بقتش بعيده عليه، فعايز، فهو ما بيطلع فوق بيبتدي يشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني، ايه اللي مميزين اللعيبه الدرجه الاولى عني، فهو لوحده اوتوماتيك بيبتدي يحس ان ايه الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها علشان خاطر ابتدي ابقى فارق عن الجيل بتاعي في الوقت ده.